لطائرة كابتن حمدي الصافي المدير الفني. مبروك يا كابتن حمدي، النهارده مباراة قوية. أنا عارف إن أنت بتعد بشكل كبير بالنسبة للاعبين، وهدفنا هي البطولة، لكن المباراة النهارده شايفها إزاي؟ ونقدر نقول الشوط اللي راح مننا ده نقدر نقول وجهة نظرك فيه فنيا يا كابتن حمدي. الحقيقة مباراة قوية جدا، البداية قوية للفريق الكيني في الشوط الأول، فاجئنا بقوة جدا، بيدخلوا المباراة بقوة، لكن الحمد لله احنا تماسكنا بعد كده وقدرنا ندخل المباراة واحدة واحدة. وأنا كنت متوقع كده قبل المباراة، كنت مهيئ لعيبتي لكده، طالما الفريق الكيني عنده أوراق كتيرة لسه ما استغلهاش وهيظهر بقوة في المباراة ديت وهيحاول يفرض السيطرة بتاعته من أول مباراة، احنا ما نقلقش، نلعب لعبنا ونستغل قوة إرسالاتنا ودفاعاتنا، والحمد لله إرسالاتنا كانت قوية جدا في الوقت الحاسم، يعني أثرت في نتيجة اللقاء. شفنا ايه النهارده؟ اصابه عايز اطمن عليها طبعا من خلالك، وهل في لعيبه تانية عندنا عندها بعض الاجهاد او بعض السبرين انكل او كده، ولا هي الحاله بتاعت ايه بس النهارده؟ النهارده حاله ايه الحمد لله، يعني ان شاء الله باذن الله تبقى بسيطه، سبرين انكل بسيط، ان شاء الله نقدر بكره نجهزها المباراه النهائيه باذن الله. عارف ان انت مركز بشكل كبير على فريق قرطاج، تابعته اكتر من مره يا كابتن حمدي، نقدر نقول يعني ابرز النقاط عندهم ايه؟ هم مميزين بايه؟ وانت بتعد لهم ازاي ان شاء الله للمباراه النهائيه؟ والله المدرسه التونسيه شبه المدرسه اللي هي بتاعت شمال افريقيا اللي احنا بننتمي ليها، عندهم قوه في الارسالات، قوه في الدفاعات، لا ضريبه واللعيبه بتشغل مخها، بتعتمد ما بتعتمدش على القوه بس، لا بتعتمد على المهاره، فاحنا مدرستين متشابهتين واحنا الحمد لله درسناهم وهم عارفيننا، فهتبقى مباراه قويه جدا، وان شاء الله باذن الله يبقى جمهورنا موجود بكثره وورانا ويقدر يحسم اللقاء لينا صالحنا باذن الله. عايز اخدك بعيد شويه عن بطوله الكره الطايره، فوز النادي الاهلي بحصول على البطوله رقم 40 في بطوله كره القدم بيمثلك ايه كواحد من نجوم النادي الاهلي، وبطوله 40 بطوله الدوري تدخل دولاب النادي الاهلي بيمثلك ايه كواحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن حمدي؟ طبعا حاجه تفرح، النادي الاهلي دايما فريق بطولات سواء في كره القدم او في جميع الالعاب، وده يمكن فال خير لينا باذن الله ان احنا نقدر نحقق اللقب بتاعنا التاسع في بطوله افريقيا، ونبقى احنا بنحقق ارقام قياسيه في جميع الالعاب. الحمد لله. شكرا.